معانا عبر الهاتف الآن الكابتن الكبير كابتن محمد عبد العظيم عظيمة، المدرب العام الأسبق للنادي الأهلي والمدير الفني الحالي لنادي النصر العماني، يقول لنا رأيه في مباراة اليوم. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. اهلا بيك يا كريم، وانتوا كمان مشرفيني، وانا سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده ان شاء الله. شفت المباراة النهارده ازاي وفوز النادي الأهلي بالسوبر رقم 13 في تاريخه؟ طبعا كنت مستني النهارده المباراه. كانت مشوقه جدا جدا. النادي الاهلي طبعا بيحاول ياخد بطوله زياده في دولاب بطولاته. بيراميدز عايز برضه يعرض اول بطوله، خصوصا ان هو خسران من حوالي شهر برضه النهائي مع النادي الاهلي. فكان طبعا الواحد بيفكر ازاي يتعامل كولر ما يتعامل كولر وباتشيكو. انما اللي انا شفته النهارده كانت نديه وقويه. من فتره برضه ما شفناش مباريات زي كده، غير كان مباراه 3-2 كانت اول سوبر اتلعب في الامارات ساعتها بين الاهلي والزمالك. كانت مباراه برضه مشوقه كلها نديه. النهارده برضه نفس الكلام، برضه كانت مباراه كويسه. الاهلي في البدايه كان متحفظ في الشوط الاول، وطبعا ما جاتلوش فرص كتير. البيراميد كان مستحوذ في الشوط الاول على المباراه، وراح لوهات مرمى النادي الاهلي. الشوط الثاني الاهلي بدا في الهجوم وتقدم من الامام، وبيراميد تراجع شويه في الشوط الثاني. الناحيه البدنيه بالنسبه لبيراميد مش احسن حاجه، بدليل كان في شد عضل مصطفى فتحي واحمد سابي وابراهيم عادل، وده طبعا يعني اثر على الفرقه بشكل عام. واكيد يعني الحاجات اللي بتحصل، الامور البدنيه او الضعف البدني في الشوط الثاني ده بيأثر برضو على الشوط الاضافي. فشفنا النادي الاهلي سيطر على الاشواط الاضافيه وفعلا احرز هدف، وكان ممكن يحرز هدف ثاني وفاز بالبطوله. صحيح. عايز اسال حضرتك، اتفضل اتفضل يا فندم. اتفضل. انا كنت اسالك على رايك في اداء مارس الكره مع النادي الاهلي خلال الشهور القليله الماضيه. تقييمك، شايف الصوره عامله ازاي؟ شايفه مدرب عامل ازاي؟ ناجح؟ هيستمر في هذا النجاح مع النادي الاهلي ولا لا؟ لا طبعا، كولر عامل شغل كويس جدا جدا مع جهازه الفني على مستوى عالي طبعا. والراجل في كل البطولات اللي اشتغل فيها شغال فيها كويس جدا، واخد بطوله السوبر، واخد بطولة كاس، بطولتين وصل لرابع. نعم، بطولتين كاس قبل نهائي افريقيا. بطولتين وقبل نهائي افريقيا كمان. اقترب بنسبة 90% برضه لبطولة الدوري. شغال راجل هادي جدا، بيتعامل بهدوء مع جميع المباريات، وطبعا بيتعامل مع كل ملف لوحده. كان ملف افريقيا بيتعامل معاه يعني افريقيا، محليا برضه بيتعامل معاه محليا، بيعرف يتعامل وبيلقى التوليفه الجيده للاعبين حسب كل مباراه، ودي حاجه كويسه جدا جدا شايفه يعني. وان شاء الله ربنا يوفقه والنادي الاهلي يفوز طبعا بالدوري السنه دي لان هو الاقرب، مع طبعا مع احترامنا لجميع الانديه. انما انا شايف ان النادي الاهلي هو الاقرب يعني الفوز ببطوله الدوري. بنتمنى طبعا النادي الاهلي يفوز ببطوله افريقيا زي هو ما معودنا، ويلعب كاس العالم الانديه. في كمان كولر برضه واخد رابع كاس عالم، دي برضه نتيجه كويسه طبعا. يعني الراجل بدا يحفظ المنتاليتي بتاع الشعب المصري والجمهور المصري واللاعب المصري، فدي حاجه كويسه جدا جدا. وانا شايف ان هو يعني على في يعني في 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 نجاح تصاعدي. في البدايه طبعا كان في يعني في البدايه كان في فتره دراسه يدرس فيها الامور يعني في النادي الاهلي وكجمهور والكنادي كفلسفته والحاجات دي كلها. انما دلوقتي هو اعتقد ان هو بدا يحفظ وبدا يعني يعرف يتعامل جيدا يعني مع الاجواء اللي موجوده في النادي الاهلي. طيب، مصر والكره المصريه والافريقيه طبعا. مين اكتر لعيبه لفتت نظرك النهارده مستواهم كان جيد؟ طبعا بالنسبه للنادي الاهلي في الشناوي هايل طلع كورتين يعني بطوله. في متولي كان كويس جدا، في عبد المنعم كان كويس، في حمدي فتحي برضه كان كويس. حسين الشحات نزل برضه، وكهربا قدروا حسين الشحات لما نزل برضه قدر ان هو يعمل صلصله شويه في دفاع نادي بيراميدز. من بيراميدز انا شايف كان في احمد سامي كويس جدا، مصطفى فتحي، في ابراهيم عادل برضه كان كويس. انا برضه كنت ما نزلش توريه،
يعني ما رضيتش ما نزلش طريق مثلا من بدايه المباراه. في كمان يعني دول اللي انا شايفهم كانوا كويسين جدا جدا، انما انا برضو يعني انا مش عارف ليه توري ما بداش، يعني انا برضو يعني علامه استفهام ليه باتشيكو ما بداش بطوري. لعيب كويس جدا، من احسن الناس اللي بتعمل استحواذ في افريقيا، لعيب هايل 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 يعني. فكل واحد برضو ليه وجهه نظره وليه فلسفته، انما غير كده ان هم عملوا مباراه كويسه جدا جدا، مباراه طريق بالكره المصريه بصراحه. صحيح صحيح كابتن الكبير كابتن محمد عبد العظيم عظيمه المدير الفني لنادي النصر العماني. قبل ما اختم مع حضرتك عايز اسالك على شغلك والفريق ماشي ازاي، فريق النصر العماني في الفتره الحاليه. والله الحمد لله رب العالمين. طبعا انا اشتغلت في عمان قبل كده، كنت ماسك منتخب الشباب وكنت مشرف على الاولمبي فتره من الفترات وبعد كده جيت مسكت نادي ظفار. الفرد هو يعتبر زعيم الكرة العمانية، والحمد لله بفضل الله خدت معاهم دوري بدون هزيمة، وعملنا يعني وعملنا 66 يعني المستوى غير مسبوق من حيث تجمع النقاط. بعد كده وخدنا معاهم الكاس، والحمد لله بفضل الله برضه عملنا ان احنا كنت افضل مدرب في عمان، وطبعا بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا، والجهاز اللي كان شغال معايا الجهاز الفني والاداري والطب وكل الناس. وفي الفتره الاخيره من حوالي 3 شهور بالظبط او 4 شهور كلمنا رئيس نادي النصر، لان هم كانوا للاسف يعني كانوا في وضع يحزن عليه، كانوا بينافسوا على البقاء، كان عندهم حوالي 6 نقاط بس، وكانت الامور صعبه جدا. واتكلم معايا والراجل قلت له ماشي اوكي، بس في شويه حاجات لازم نعملها كده، الناس ثبت اللي انا عايزه يعني. واشتغلنا في الفتره اللي فاتت بشغل جامد جدا وقوي جدا، والحمد لله قدرنا ان احنا نحقق التارجت بتاعنا او الهدف بتاعنا، وفضل 4 ماتشات على نهايه الدوري، واحنا الحمد لله رب العالمين بقينا في منطقات دافيه، وبعدنا خالص عن الموضوع الهبوط ده خالص يعني. صحيح. نادي النصر نادي كبير صاحب بطولات وصاحب تاريخ، وان شاء الله رب العالمين في الفتره اللي جايه نقعد يعني هم عايزين يقعدوا معايا عشان نعمل برنامج مستقبلي للفرقه في السنه الجايه، فان شاء الله رب العالمين انا بفكر وهم يفكروا ونشوف الدنيا ماشيه ازاي ان شاء الله. انما غير كده انا سعيد جدا طبعا ان انا موجود هنا في عمان، شعب طيب جدا، لاعبين على مستوى عالي برضو، ويعني الحياة جميلة هنا برضه. نتمنى لك يا رب كل التوفيق دايما كابتن الكبير كابتن عظيم. انا بشكرك شكرا جزيلا المدرب العام الاسبق للنادي الاهلي. طيب